بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في خطبة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في صفات الامام هذه الخطبه يرويها الكليني بسند صحيح عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وهي خطبه طويله تشتمل على عيون المطالب في صفات الائمه عليهم الصلاه والسلام يقول الامام الصادق ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوة اسلامه الى اخر الحديث الشريف هذا الحديث الشريف الجليل يتضمن عيون صفات الامام عليه الصلاه والسلام مستشهدا بالايات الشريفات وبدليل العقل في المرحلة الأولى يذكر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة وسائل لمعرفة الناس بدينه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، الله قادر على أن يفعل ويصنع الأمور من دون أسباب، لكن حكمته، لكن حكمته اقتضت أن يجعل لكل شيء سببا، لذا الدنيا دار أسباب ومسببات، سواء مسببات وأسباب طبيعية أو مسببات وأسباب غيبية، مثلا الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق الإنسان. الله قادر على ان يخلق الانسان من دون سبب فجاه يوجد من العدم انسانا قادر على ذلك ان الله على كل شيء قدير لكن الحكمه اقتضت ان يخلق ادم وحواء من طين ويتناسلان وعبر الزواج بين الذكر والانثى الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله هو الخالق لكن عن طريق سبب. نعم أحيانا بالإعجاز الله سبحانه وتعالى يغير الأسباب من سبب طبيعي إلى سبب غيبي أو من دون سبب. كما في خلق عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام، خلقه من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله خلق آدم من غير أبوين، لكن خلق عيسى من غير أب لحكمة اقتضته اقتضت ذلك. لكن في غير المعاجز وفي غير الاستثناءات كل شيء له اسباب. انت الان تريد تحصل العلم له طريق. طريق الدراسه، المطالعه، الفكر، الاستماع. نعم يمكن الله سبحانه وتعالى بالاعجاز. يعلم نبيه ادم وعلم ادم الاسماء كلها بالاعجاز يعني بدون الاسباب الطبيعيه التي جعلها هو سبحانه وتعالى. يعلم رسوله صلى الله عليه واله العلوم بالوحي هذا سبب غيبي هذا الامر قد تحقق لكن هذا خاص وحاله استثنائيه بالانبياء والائمه. اما عامه الناس هؤلاء ليس حصولهم على العلم بالطريقه الإعجازيه، وإنما بالطريقه الطبيعيه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، انت تريد ان تنتصر في حرب، الله سبحانه وتعالى جعل اسباب اذا سرت في تلك الاسباب تنتصر، اذا لم تسر في تلك الاسباب لا تنتصر. الله سبحانه وتعالى هي أسبابا طبيعية لكن هناك أيضا أسباب غيبية الأسباب الغيبية هي المهيمنة على الأسباب الطبيعية عالم الغيب هو المهيمن على عالم الشهود ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تتزامن الأسباب الغيبية بالأسباب الطبيعية يعني مثلا السبب الحقيقي للموت هو السبب الغيبي وهو ان الله سبحانه وتعالى يتوفى الانسان عن طريق ملك الموت او مباشره او عن طريق اعوان ملك الموت. الله يتوفى الانفس حين موتها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا، هذه ايات في القران الكريم. أحيانا الله مباشرة يقبض الروح أحيانا يأمر ملك الموت مباشرة أو عبر أعوانه يقبضون أرواح الناس فالسبب الحقيقي للموت هو التوفي الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها لكن هناك أسباب طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى يعني واحد يصاب بحادث سير، عضو من أعضائه الحيوية يصاب بعطب أو كسر، يتوقف فيموت الإنسان. المرض الفلاني يفتك بالإنسان لا يمكن علاجه أو لا يعالجه الإنسان فتتوقف الأعضاء الحيوية فيموت. هذه أسباب ظاهرية. السبب الواقعي أن ملك الموت جاء وقبض الروح او ان الله سبحانه وتعالى قبض الروح لكن الحكمه اقتضت ان يتزامن السبب الغيبي مع السبب الطبيعي اذا واحد راح ينتحر اذا لم ينتحر الله سبحانه وتعالى لا يقبض روحه لكن اذا انتحر يعني مثلا افرض القى بنفسه من شاهق هذا حينما ترتطم يرتطم بالارض وتتهشم عظامه وأعضائه الحيوية تصاب بضرر جدي. الله سبحانه وتعالى يتوفى هذا الإنسان. السبب الطبيعي تزامن مع السبب الغيبي. ليش؟ لأنه إذا كل الأمور كانت بأسباب غيبية، فخلص الإنسان لا يكون هذه الدار دار امتحان له. دار امتحان للإنسان، حتى الإنسان يكد ويعمل. فالله سبحانه وتعالى جعل اسبابا طبيعيه وجعل اسبابا غيبيه في غزوه بدر النصر كان من عند الله سبحانه وتعالى هذا السبب الواقعي ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم لكن السبب الظاهري ان المسلمين التزموا التزموا باوامر الرسول صلى الله عليه واله وجاهدوا فانتصروا في غزوه احد الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر بشرط ان لا يخالفوا في سوره ال عمران مذكوره الايات. الله وعدهم ان ينصرهم كما نصرهم ببدر بشرط ان لا يخالفوا. فلما التزموا في المرحله الاولى باوامر الرسول صلى الله عليه واله، الله انزل عليهم النصر. لكن حينما انهزم المشركون في المرحلة الأولى خالفوا أمر الرسول الكثير منهم الرومات أكثرهم نزلوا من الثغر المشركون استغلوا هذه الثغرة وهجموا من الخلف على المسلمين الذين كانوا في ساحة المعركة من المسلمين خالفوا أمر الله فانهزموا إلا القليل منهم إذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. فهنا الله سبحانه وتعالى لم ينصرهم لانهم خالفوا. وبعدين يجون يعترضون انه الله قد وعدنا بالناصر، لماذا لم ينصرنا؟ زين الله وعدكم بشرط ان تنصروا الله ينصركم. السبب الغيبي الله سبحانه وتعالى يهيئه اذا انت اديت تكليفك. بالسبب الظاهري العلم الله يفيضه على القلوب لكن أنت لازم تدرس الرزق الله يرزقه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن بشرط أن أنت تذهب وتطلب وتعمل لأنه تجلس في بيتك وتنتظر أن من السماء تمطر عليك الليرات الذهبية أنت أطلب وقل اعملوا الله سبحانه وتعالى يرزقك زين، بعد هذه المقدمة المختصرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي العباد. الهداية بسبب غيبي من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السبب هو الله سبحانه وتعالى، هذا سبب غيبي، هداية من الله. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها سببا طبيعيا حتى يختبر الناس السبب الطبيعي منه هو الأنبياء الله سبحانه وتعالى يوحي للأنبياء الأنبياء يأتون الرسل منهم يبلغون الناس أبلغكم رسالات ربي زين فهذا الإنسان بحسن اختياره يقبل الهداية يعني السبب الظاهر يترتب فالله يهديه يرتب السبب الغيبي. الانسان الشقي يرفض هذه الهدايه. السبب الظاهري الطبيعي يرفضه فالله سبحانه وتعالى لا يهديه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا بسوء اختياره رفض الهدايه، رفض السبب الطبيعي فالله سبحانه وتعالى لم يوفر السبب الغيبي. زين. الله سبحانه وتعالى أوضح بسبب الأنبياء الطريقة للناس زين من بعد الأنبياء أوصياء الأنبياء لأن الله لا يترك الأرض من غير حجة الأوصياء في الأمم السابقة أكثرهم كانوا أنبياء أيضا يعني هارون وصي موسى هارون أيضا كان نبياً انبياء اخرون اوصياء لانبياء. لكن حينما شاءت الاراده الربانيه الله سبحانه وتعالى شاء ان يختم النبوه برسوله محمد صلى الله عليه واله. لكن اراد استمرار الحجه. فكيف استمرت الحجه باوصياء ليسوا بانبياء ولكنهم ائمه. الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه هؤلاء بقولهم وبفعلهم اوضحوا الدين الحق للناس بقولهم قالوا كثيرا للناس الرسول صلى الله عليه واله كان يخطب في المسجد ويرشد الناس في مختلف الحالات وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام هذا بقولهم وكذلك بافعالهم لان رسول الله صلى الله عليه واله هو الائمه اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. الائمه كذلك اسوه للناس يجب على الناس ان يتبعوهم فلذلك الله سبحانه وتعالى أوضح الحق بهؤلاء أنت تشوف الرسول ماذا قال تتبعه تهتدي ماذا فعل الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي زين جاء الصحابة رووا أن رسول الله هكذا صلى هكذا توضأ هكذا حاج وكذلك اصحاب الائمه عليهم الصلاه والسلام هكذا فعل الامام الرضا هكذا فعل الامام الجواد هكذا فعل الامام الصادق هكذا فعل امير المؤمنين عليه السلام. الحق يتبين بذلك بقولهم وبفعلهم وهذا ليس اعتباطا وانما الله سبحانه وتعالى علمهم فصارت صدورهم منبع للعلم ففاض هذا المنبع على ألسنتهم وعلى جوارحهم وكما ذكرنا في الحديث الماضي وسيأتي في هذا الحديث أيضا الله عصمهم لأنهم جعلهم حجة في الدنيا وشهود في الآخرة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذا نريد نحتج به في الدنيا ويكون شاهد في الآخرة إذا يخطئ لا نتمكن من الاحتجاج به ولا يمكن قبول شهادته زين في يوم القيامه لله الحجه البالغه اذا هؤلاء الشهود لم يكونوا معصومين اذا يجي يشهد هذا يكذبه يقول هذا اخطا لكن اذا هو معصوم لا يخطئ بعد هذا ما يقدر يكذبه في الدنيا هذا حجه اذا هو يخطئ لا يكون حجه نقول أنه يحتمل أن في قوله في فعله خطأ فكيف نتبعه في خطئه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فإذا الإمام عليه الصلاة والسلام يبدأ الكلام بأن إيضاح الدين بالإمام هذه المرحلة الأولى إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من اهل بيت نبينا هذا حصر بهم لانه عدنا ائمه ظلال ائمه يدعون الى النار لان الامام شنو هو من يؤتم به من تتبعه من تقتدي به هذا هو الامام لذا نقول امام الجماعه ليش نقول امام الجماعه لانه يقف في المحراب مثلا وال مامومون يتبعونه في افعاله. الائمه الحق وهؤلاء منحصرون في ال بيت الرسول صلى الله عليه واله. هؤلاء المعصومون الذين نزلت فيهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله عز وجل اوضح بأئمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه. أوضح عن دينها، الناس لم يكونوا يعرفون هذا الدين. من عرفه لهم؟ الرسول صلى الله عليه واله أولا. زين بعد الرسول صلى الله عليه واله صارت فتنة. منع تدوين الحديث. إجا كعب الأحبار وغيره في مسجد الرسول. بدأوا يفسرون القرآن بالتوراة المحرفة وبالكتب المحرفة التي كانت عندهم. يفسرون آيات, ايات الله سبحانه وتعالى بالطريقه اليهوديه، هاي الاسرائيليات التي تسربت في كتب المسلمين كانوا يجهلون غيروا، بدلوا، البدع ازدادت لكن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كان بالمرصاد بين الحق. لذلك هؤلاء الذين قاتلوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام امير المؤمنين بين الحق بقتالهم ولذا قال له رسول الله صلى الله عليه واله ستقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. هؤلاء كانوا كفار فقاتلوا الرسول والرسول صلى الله عليه واله قاتلهم على التنزيل. زين تشهدوا الشهادتين القرآن الله حفظه لكن اجوا يحرفون المعاني هسه ما قدروا يحرفون الالفاظ الفاظ القرآن كما نزلت على رسوله صلى الله عليه واله. هي بأيدينا فماذا فعلوا؟ حرفوا المعاني يحرف المعنى يجعل الناسخ منسوخ والمنسوخ ناسخ ويجعل العام خاصا والخاص عاما المحكم متشابها والمتشابه محكما يتلاعب بالمعاني كما يشاء ويضع على ذلك الحديث حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت علي الكذابه او الكذابه يعني الجماعه الكاذبه لكن الائمه عليهم الصلاه والسلام اوضحوا الحق، يعني الله بهم اوضح الحق، يعني جعلهم السبب. الله اوضح الحق، السبب الواقعي هو السبب الغيبي، لكن السبب الظاهري هو بيان الائمه عليهم الصلاه والسلام. وابلج بهم عن سبيل منهاجه، الابلاج يعني الايضاح ايضا، والسبيل الطريق السهل. الذي لا وعورة فيه. المنهاج ايضا الطريق الواضح، فإضافة السبيل الى المنهاج اضافة بيانية. يعني عن سبيل هو منهاجه. لعل احدى الفقرتين حول انه اوضح بهم بقولهم وأبلج بهم اوضح بفعلهم عن دينه. وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. زين الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم الناس بعض معلوماته. كيف يوحي اليهم مباشره كل واحد؟ ما لهم القابليه. فالله سبحانه وتعالى جعل القابليه في الانبياء فاوحى اليهم، وعن طريق الانبياء هذه العلوم انتشرت بين الناس. ذكرنا فيما مضى مثالا لتقريب المطلب الى الذهن احيانا تشبيه المعقول بالمحسوس او المحسوس بالمعقول يقرب الفكره الى الانسان. نحن الان نجلس في هذه الصاله في هذه الصاله مليئه هذه الصاله مليئه بالامواج التلفزيونيه والاذاعيه وامواج الاتصالات وامواج اخرى. زين نحن نشعر بهذه الامواج كلا، لماذا؟ لان اجسامنا لم تصمم لالتقاط هذه الامواج. احنا عيوننا تلتقط الامواج الضوئيه الخاصه بدرجه خاصه. اذاننا تلتقط الامواج الصوتيه بذبذبات خاصه. اذا تعدت تلك الذبذبات او قلت لا نستمع. وهكذا لكن هناك امواج اخرى اجسامنا لم تصمم لالتقاطها زين يخترعون جهاز نسميه تلفزيون مثلا او المذياع او الهاتف النقال مثلا هذا يلتقط فعندما يلتقط الناس الموجودون عن طريق هذا الجهاز يستمعون ويرون هم واجسادهم لم تكن مصممه لهذا الالتقاط لكن هذا الجهاز مصمم للالتقاط زين احنا ما الا قابليه ان يوحي الرب سبحانه وتعالى الينا لان هذه تحتاج لها الى منزله رفيعة هذه المنزله الرفيعه تحتاج الى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى اصطفى مجموعه من خلقهم هم الانبياء ومن بعدهم الاوصياء فجعلهم الواسطة بينه وبين الخلق، يوحي إلى الأنبياء وعن طريق الأنبياء يوصل إلى الأوصياء أو يلهمون الأوصياء أو يحدثون فيقولون للناس يكونون واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، الله قادر على أن يوحي لكل إنسان بس مو مصلحة، ما في حكمة والله حكيم فلا يفعل عملاً لغواً أو خلاف الحكمة وفتح بهم يعني بالأئمة عن باطن ينابيع علمه. زين. هؤلاء الأئمة هم الطريق إلى الدين وإلى العلم الرباني. نعم هناك علوم مادية الله سبحانه وتعالى جعل لها أسباب. مو بالضرورة أن أنت علم الفيزياء تروح تتعلمه من الإمام. الإمام يعرف الفيزياء. وعلم بعض اصحابه كجابر بن حيان مثلا. لكن هذا علم ليس يرتبط بالدين. يمكنك ان تذهب وبالتجربه وباي طريق اخر تصل الى هذا العلم. او الطب مثلا من العلوم التجريبيه. الائمه عليهم الصلاه والسلام، الرسول صلى الله عليه واله كانوا يعرفون لان الله سبحانه وتعالى علمهم جميع العلوم. وقالوا بعض الامور. لكن مو بالضروره انت تروح في علم الطب تاخذ علومك من الائمه عليهم الصلاه والسلام لان هذا علم لا يرتبط بالدين، هذا علم يرتبط بالبدن. لكن في علوم الدين الله سبحانه وتعالى حصر الوسيله في الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام. فاذا واحد عن غير طريقهم اراد ان يكتسب العلوم الدينيه يظل. لذلك كبار الفلاسفه اليونان في معرفه الله سبحانه وتعالى ظلوا، اشركوا، قالوا بتعدد الالهه، قالوا بوحده الوجود، وحده الموجود، قالوا بالواحد لا يصدر منه الا الواحد وطبقوه على الله سبحانه وتعالى كانوا عباقره نعم لكن العبقريه بدون منهج صحيح لا تنفع لازم يكون عندك منهج صحيح، تسير بهذا المنهج الصحيح فعبقريتك تنفعك مسائل الدين تأخذها عن طريق الوحي أحكام الشريعة تأخذها عن طريق الحجج التي جعلها الله سبحانه وتعالى زين ففي مسائل الدين أنت أخذت علمك من الأئمة أخذت إيمانك عنهم للايمان حلاوه معنويه لا يشعر بها الا لمن خلصت نيته وصلح عمله حتى احنا في الامور الماديه احيانا نشوف واحد مريض هذا المرض يسبب انه مثلا يشعر بمراره في فمه تجيب له سكر تخليه على فمه زين يشعر بمراره لا يشعر بحلاوة السكر، لماذا؟ لأنه انحراف في مزاجه. هذا المرض سبب أنه الذوق يتغير. أحيانا الشامة تتغير، ريحة طيبة، زكية، لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه هذا المرض سبب أنه هاي الحاسة، حاسة الشامة تتعطل مؤقتا مثلا. في الأمور المعنوية كذلك، المعنويات لها لذة. لكن من يشعر بهذه اللذة؟ الذي كان مزاجه المعنوي سليما، لا انحراف فيه، لا مرض فيه. إذا واحد تلقى علومه عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأطاعهم لأن الله أمر بإطاعتهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله. فحين ذاك يشعر بلذه الايمان. زين اذا شعر بلذه الايمان سوف لا يتركه. لانه الشخص اللي يترك الايمان عاده الذي لم يشعر بلذته بل اشمأز منه، لماذا اشمأز منه؟ لانحراف في سليقته، في طبيعته مثل المريض الذي يشعر بمراره من السكر يتركه يقول هذا مر ما يفيد. اذا شعر بحلاوه الايمان الانسان سوف لا يترك هذا الايمان لذلك في بعض الاحاديث اللهم لا تسلب مني لذة مناجاتك يعني واحد في منتصف الليل يقوم والناس نيام وهو تعبان يقوم ويبدا يناجي الرب هذا فيه لذة معنويه لكن الانسان الذي لا يشعر بهذه اللذه المعنويه شويه يدعو يتعب بعدين يروح ينام اليوم الثاني هم يروح يناجي وغالب الناس هكذا حتى المؤمنين منهم إنما يصلي إنما يصوم إنما يفعل الواجبات يترك المحرمات رغما على أنفه لا يشعر بلذة فعل الواجبات لا يشعر بلذة ترك المحرمات هو مؤمن لكن إيمانه ناقص لذا ما يشعر أما إذا إيمانه كمل فيشعر بلذة العبادات بالطاعات فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه يعني الحق الواجب لإمامه وجد طعم حلاوة إيمانه هذا الإيمان إلى حلاوة يدرك ذلك وعلم فضل طلاوة إسلامه الطلاوة مثلثة الطاء يعني الطلاوة الطلاوة وطلاوة كلها صحيحة الحسن والبهجة يعني حسن الاسلام يدركه ولكن حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم اكو بعض الناس يرتدون عن الاسلام او يقول احنا متورطين مع الاسلام لماذا هكذا يقول؟ لانه هذا اعمى ما يشوف الحسن الذي هو موجود في الاسلام والسبب في ذلك انه معرفته ناقصه. اذا معرفته كانت صحيحه يجد فضل طلاوه الاسلام، جمال الاسلام يراه، فإذا رأى جماله هسه كل الناس يقولون هذا قبيح. لا يتأثر بذلك. لكن إذا لم يجد جمال الاسلام ولا ذاق حلاوة الايمان زين؟ يتأثر بالناس. إما يرتد اما يضعف إيمانه اما يترك التزامه ويبقى مسلم بالهوية والجنسية فإذا النقطة الأولى التي يبينها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة سببا لمعرفة الدين لوضوح الدين بقولهم بفعلهم هم ينابيع العلم اذا انت اني الناس عرفوا منزلتهم حقهم الواجب ادركوا حلاوه الايمان ادركوا حسن الاسلام وهذا يدعوهم الى الالتزام بالاسلام والالتزام بالايمان وعدم تركه البعض يقول هسه شنو الفائده في معرفه الامام؟ لا الفائده كبيره. هسه المسأله اعتقاديه من جانب وعمليه من جانب اخر. الانسان انما يعمل حسب المنهج الذي مقتنع به في ذهنه. لذلك اذا تعرف الامام وتعرف منزله الامام، تتبعه راح عملك يكون عمل صحيح وليس الامر مجرد كلام. قطع النظر عن ان هذه من أصول الدين أن هذا من أصول الدين وعقيدة يجب الاعتقاد بها قطع النظر عن ذلك هو مرحلة عملية في حياة الإنسان تظهر في كل لحظة من لحظات حياته هذا مقطع من هذا الحديث الشريف ونترك بقية المقاطع إلى حلقة قادمة هذا واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين